مرحبا طلاب المرحلة الأولى، إن شاء الله الجميع بصحة وعافية. رح ناخذ المحاضرة السادسة اللي هي Chemistry of Hydration of Cement. The addition of water to dry cement powder results in a thin cement slurry that can be easily manipulated and cast into different shapes. عند إضافة الماء إلى مسحوق السمنت الجاف ينتج ملاط رقيق القوام يمكن التعامل معه بسهولة ويمكن قولبته بأشكال مختلفة. In time, the slurry sets and develops strength through a series of hydration reactions. ومع مرور الوقت هذا الملاط يتماسك أو يتجمد ويطور مقاومته بسلسلة من تفاعلات نطلق عليها الإماهة، تفاعلات الإماهة. Hydration of cement is not linear through time. It proceeds very slowly at first, allowing the thin mixture to be properly placed before hardening. عملية إماهة السمنت طبعا ليست خطية مع مرور الوقت، فهي تبدأ ببطء شديد في البداية للسماح للخليط اللي هو طبعا ماء وسمنت ليتم وضعه بشكل كامل قبل عملية التصلب. The chemical reactions that cause the delay in hardening are not completely understood. However, they are critical to developing a rational methodology for the control of cement setting. إن التفاعلات الكيميائية التي تسبب التأخير في التصلب ليست مفهومة بشكل كامل، ومع ذلك فهي ضرورية لتطور عملية الإماهة أو لتطور تجمد السمنت. رح ناخذ المركبين اللي أخذناهم في المحاضرات السابقة، المركبات الرئيسية اللي هما تراي اند داي كالسيوم سيليكات، سيليكات ثلاثي وثنائي الكالسيوم. The tri and dicalcium silicates C3S and C2S respectively comprise over 80% by weight of most cement. يشكل طبعا C3S و C2S أكثر من 80% من معظم وزن السمنت. It is known that C3S is the most important phase in cement for strength development during the first month, while C2S reacts much more slowly and contributes to the long-term strength of the cement. طبعا سبق وأن عرفنا في المحاضرات السابقة أيضا من المعروف أن فترة C3S هي أهم مرحلة في إماهة السمنت لتطوير قوته خلال الشهر الأول، بينما يتفاعل C2S بشكل أكثر بطئا ويساهم في قوة السمنت على المدى الطويل. Both the silicate phases react with water as shown below to form calcium hydroxide and a rigid calcium silicate hydrate gel CSH. هنا نقصد بها انه كل من السيليكات يعني سيليكات الثلاثية والثنائية يتفاعلان مع الماء، وكما موضح في هذه المعادلات أدنى ليكونون هيدروكسيد الكالسيوم وجل سيليكات الكالسيوم اللي هو CSH، نرمز له CSH. خلينا نشوف المعادلات شنو تنطيني. طبعا هذا C3S نقدر نختصره يعني نكتبه 2C3S، هذا نقدر نكتبه بصيغة 7H اللي هو الماء،
وراح يكون الناتج هو عبارة عن جل، هذا هو كالسيوم وسيليكيت هيدريت جل ومع هيدروكسيد الكالسيوم. فهذا نقدر نختصره بهذه الصيغة اللي هي CSH، وهيدروكسيد الكالسيوم نقدر نختصره 3CH. 3CH. المعادلة الثانية هي لتفاعل C2S، راح يكون 2C2S، هذا هو رمز يعني الصيغة الكيميائية، مع 5H الماء 5H2O، مع الناتج راح يكون هو نفسه أيضا جل سيليكات الكالسيوم المائية اللي هو ال CSH هذا، زائد 1CH يعني CaOH by 2 جزيئة واحدة، يعني الهيدروكسيد الكالسيوم الناتج من إماهة C2S يكون أقل من CaOH by 2 الناتج من إماهة C3S. راح نتحول إلى الفقرة اللي بعدها. The detailed structure of CSH is similar to a mineral called tobermorite. As a result, it is named as tobermorite gel. طبعا هذا ال CSH هو الناتج من عملية إماهة السيليكات. التركيب التفصيلي لهذا المركب هو مشابه لمعدن يتكون طبيعيا اسمه توبرمورايت، ولذلك يطلق عليه بجل توبرمورايت، يعني هذا ال CSH يسمى بتوبرمورايت جل نسبة إلى معدن يتكون بشكل طبيعي في الطبيعة. هذه الفقرة راح نكتفي بأخذ من عندها أنه توبرمورايت جل غير معروف بشكل كامل، لكن تم الاتفاق بشكل عام على أنه يتكون من consists of condensed silicate tetrahedra، يتكون من يعني هذا الجل قلنا غير معروف تماما، ولكن من المتفق عليه بشكل عام على أنه يتكون من سيليكات مكثفة رباعية السطوح، من سيليكات مكثفة رباعية السطوح. راح ناخذ هذه أنه الكالسيوم هيدروكسيد consists of hexagonal layer of octahedrally coordinated calcium atoms and tetrahedrally coordinated oxygen atoms as shown in figure 1. يتكون هيدروكسيد الكالسيوم من طبقات سداسية من ذرات الكالسيوم منظمة بذرات ثمانية السطوح، وذرات أكسجين منظمة بشكل رباعي السطوح، وكما موضح في هذا الشكل رقم 1. طبعا هذا هو عبارة عن هيكل متميئ يتكون من كالسيوم سيليكيت هيدريت والإترمينايت. هذا هو الشكل طبعا للإطلاع، هذه الصورة مع هذا الشكل هو فقط للإطلاع، يعني فيجر 1 هو كله يكون للإطلاع. راح ناخذ الفقرة اللي بعدها اللي هي كما موضحة أمامنا. Although the precise mechanism of C3S hydration is unclear, the kinetics of hydration is well known. على الرغم من أن الآلية الدقيقة لإماهة ال C3S غير واضحة، إلا أنه حركة الإماهة معروفة جيدا. The hydration of calcium silicate proceeds via four distinct phases as shown in figure 2. تستمر إماهة سيليكات الكالسيوم عبر أربع مراحل متميزة وكما مبينة في الشكل 2. هذا هو شكل 2 اللي راح نجي نشرح عنه في هذه الفقرات.
The first 15 to 20 minutes termed the pre-induction period. Figure 2A. هذا هو figure 2A. هذا هو figure 2 وهذه هي الA. is marked by a rapid heat evolution. During this period, calcium and hydroxyl ions are released into the solution. هنا أول 15 إلى 20 دقيقة تسمى فترة ما قبل التفاعل pre-induction period. وطبعا قلنا راح نلقيها في شكل 2A. هذه المرحلة بشنو يعني تتميز؟ is marked by rapid heat evolution تتميز بتطور سريع للحرارة، وخلال هذه الفترة يتم إطلاق الكالسيوم ويعني أيونات الكالسيوم وأيونات الهيدروكسيل في المحلول. رح نجي على الفقرة الفترة الثانية. The next and perhaps most important phase is the induction period. Figure 2B, which is characterized by very slow reactivity during this phase, calcium oxide continues to dissolve, producing a pH near 12.5. خلال هذه طبعا الفترة هذه ربما الأكثر أهمية، وهي فترة بدء حدوث التفاعل تتمثل بشكل 2B، والتي تتميز بفاعلية بطيئة جدا، فاعليتها تكون بطيئة جدا. شنو اللي راح يحدث خلال هذه الفترة؟ خلال هذه الفترة يستمر أكسيد الكالسيوم بالتحلل أو الذوبان، وينتج عن ذلك بأنه ترتفع نسبة pH إلى ما يقارب 12.5، يصير الوسط قاعدي. The chemical reactions that cause the induction period are not precisely known. However, it is clear that some form of an activation barrier must be overcome before hydration can continue. إن التفاعلات الكيميائية في هذه الفترة غير معروفة بدقة، مع ذلك من الواضح أنه يحدث شكل من أشكال التغلب على حاجز تنشيط التفاعلات قبل أن تستطيع عملية الإماهة بالاستمرار. It has been suggested that in pure C3S, the induction period may be the length of time it takes for CSH to begin nucleation, which may be linked to the amount of time required for calcium ions to become supersaturated in solution. إذن من المقترح أنه في C3S النقي فإن فترة الاندكشن بيريود التي هي فترة بدء التفاعل ربما تكون في المدة الزمنية التي يستغرقها CSH لبدء التكون، والذي قد يكون مرتبطاً بكمية الوقت اللازم حتى تصبح أيونات الكالسيوم فائقة التشبع في المحلول. Alternatively, the induction period may be caused by the development of a small amount of an impermeable calcium silicon hydrate, CSH gel, at the surface of the particles.
which slows down the migration of water to inorganic oxides. وبدلا عن ذلك قد تكون الاندكشن بيريود فترة بدء التفاعل ربما تكون بسبب تطور كميات قليلة من جل سيليكات الكالسيوم المائية الغير منفذة يعني على سطح حبيبات على سطح الجسيمات للسمنت مما يبطئ انتقال الماء إلى الأكاسيد الغير العضوية The initial Ca to Si ratio at the surface of the particles is near 3 إن نسبة طبعا الجير إلى السيليكا عند بدء التفاعل على سطح حبيبات السمنت تكون مقاربة إلى 3 As calcium ions dissolve out of this CSA gel, the Ca to Si ratio in the gel becomes 0.8 to 1.5 هنا عندما تنحل أيونات الكالسيوم أيونات الكالسيوم خارج جل CSH فإن نسبة الجير إلى السيليكا في الجل راح تكون نسبتها تقل فتصبح 0.8 إلى يعني 0.8 إلى 1.5 This change in Ca to Si ratio corresponds to change in gel permeability and may indicate an entirely new mechanism for CSH formation. وهذا التغير في نسبة الجير إلى السيليكا يعزى إلى التغير في نفاذية الجل وربما هو مؤشر لآلية جديدة تماما لتكوين CSH. As the initial CSH gel is transformed into the more permeable layer, hydration continues and the induction period gives way to the third phase of hydration, the acceleratory period, اللي هي figure 2C. هذه الفترة. ونظرا لأن جل CSH يتحول إلى طبقة أكثر نفاذية فإن الإماهة تستمر وفترة بدء التفاعل سوف تفسح المجال للفترة الثالثة من الإماهة وهذه الفترة تسمى بفترة التسارع فترة التسارع هذا الشكل مطلوب من عندنا لأن يوضح لنا هذا الوقت بالساعات بعدها راح يكون الوقت يحسب بالأيام تطور يعني تفاعل هذا هو تفاعل C3S شوف هنا شلون يتطور ببطء خلال هاي المراحل الأربعة تكون خلال ساعات بعدها راح يكون خلال أيام هنا التطور الحرارة راح يكون يبدي مرتفع بعدين ينخفض إلى يعني أقل شيء يعني أقل رقم من الحرارة هنا ويبدي بالارتفاع إلى أن يصل أعلى شيء في المرحلة الرابعة وبعدها يبدي بالتناقص رح ناخذ الفقرة الأخرى اللي هي حتكون الفترة الثالثة After 3 hours of hydration The rate of CSH formation increases with the amount of CSH form. Solidification of the paste called setting occurs near the end of the third period. بعد 3 ساعات من الإماهة حيزداد معدل تكون جل CSH
مع كمية CSH المتكونة. يحدث تصلب هنا للعجينة في هذه المرحلة ويسمى بالتجمد، ويحدث بالقرب من نهاية الفترة الثالثة. هنا انتهت الفترة الثالثة، صار عندنا تجمد، راح تبدي الفترة الرابعة. The fourth stage حنشوفها في figure 2D is the deceleratory period in which hydration slowly continues hardening the solid cement until the reaction is complete. The rate of hydration in this phase is determined either by the slow migration of water through CSH to the inner unhydrated regions of the particles or by the migration of H positive through the CSH to the anhydrous CaO and the SiO2 and the migration of Ca positive 2 and Si positive 4 to the OH negative ions left in solution. هذه الفقرة نقصد بها انه المرحلة الرابعة اللي يوضحها شكل 2D نقدر نرجع له، هي تسمى فترة التباطؤ. فترة التباطؤ حيث ان الإماهة تستمر ببطء ليستمر تصلب السمنت حتى اكتمال التفاعل بشكل كامل. ان معدل الإماهة يتم تحديده في هذه المرحلة إما عن طريق الانتقال البطيء للماء خلال CSH إلى الداخل والمناطق الغير متميئة لحبيبات السمنت، أو عن طريق انتقال أيون الهيدروجين الموجب خلال CSH إلى CSH قلنا to the إلى CaO و SiO2 الغير متفاعلين مع الماء، وانتقال كذلك انتقال أيونات الكالسيوم الموجبة وأيونات السيليكون إلى أيونات الهيدروكسيد المتروكة في المحلول. هذا ما يخص إماهة سيليكات الكالسيوم الثلاثية وسيليكات الكالسيوم الثنائية. راح نتحول إلى إماهة الألومينات الكالسيوم والحديد. هنا راح ناخذ تفاعل يعني C3A مع الماء، ويكون تفاعل C4AF مشابه لتفاعل C3A. In spite of the fact that the aluminate and ferrite faces comprise less than 20% of the bulk of cement, their reactions are very important in cement and dramatically affect the hydration of the calcium silicate faces see below. هنا نقصد بها على الرغم من حقيقة أنه تفاعلات الألومينات والحديد تشكل أقل من 20% من كتلة السمنت، لكن تفاعلاتهما تكون مهمة جدا في السمنت وتؤثر بشكل كبير على إماهة سيليكات الكالسيوم كما في المعادلات أدناه. هاي المعادلات رح نجي ناخذها بعد هاي الفقرة حتى نتعرف على هذه المركبات الجديدة. Relative to C3S, the hydration of C3A is very fast. In the absence of any additives, C3A reacts with water to form two intermediate hexagonal faces, C2
AH8 and C4AH13. بالنسبة لC3S فإن إماهة C3A يكون سريع جدا. إحنا قلنا C3S يكون تفاعله بطيء قياسا بتفاعل C3A السريع جدا. In the absence of any additives أقصد بها في حال غياب أي إضافات أثناء صناعة السمنت، فإن تفاعل C3S مع الماء راح يكون لي مركبين من الأطوار، طبعا تكون سداسية الأطوار، وهذه المركبين يكونون يعني متحول تحول وسطي، يكون يعني أطوار سداسية وسطية. هذا المركبين يكونون غير مستقرين اللي هما C2AH8 8 and C4AH13. هذول راح يكون نتيجة لتفاعل C3A مع الماء، نتيجة عدم وجود additives، عدم وجود أي إضافات أثناء صناعة السمنت. The structure of C2AH8 is not precisely known, but C4AH13 has a layered structure based on the calcium hydroxide structure in which one out of every three Ca positive 2 is replaced by either an Al positive 3 or Fe positive 3 with an OH negative anion in the interlayer space to balance the charge. طبعا ان هيكل نقصد بها هنا هاي الفقرة ان هيكل C2AH8 لا يعرف غير معروف بشكل دقيق، لكن هيكل يعني C4AH13 له هيكل متعدد الطبقات، يعتمد على هيكل هيدروكسيد الكالسيوم حيث يتم استبدال واحد يعني من كل ثلاثة Ca موجب 2 يستبدل، أما ب يعني مع أيونات الألمنيوم أو أيونات الحديد مع أيون الهيدروكسيد السالب مع أيون الهيدروكسيد السالب في الطبقة الوسطية. ليش؟ ليعادل لمعادلة الشحنة. All of the aluminium in C4AH13 is octahedral. C2AH8 and C4AH13 are metastable faces that spontaneously transform into the fully hydrated, thermodynamically stable cubic phase. C3AH6. In C3A, aluminium coordination is tetrahedral. هنا راح نقصد بها هذه الفقرة انه كل الالومنيوم في هذا المركب هو راح يكون ثماني السطوح، اوكتاهيدرال راح يكون ثماني السطوح نقصد بها، وان C2AH8 وهذا C4AH13 هذا مثل ما ذكرت قبل شوية تكون أطوار شبه مستقرة والتي تتحول إلى الشكل المتميئ بالكامل وهو الطور المكعب المستقر اللي هو هذا، راح يتحول إلى C3AH6. هذا يكون الطور مالته قلنا مكعب ومستقر C3AH6. في C3A يعني هنا يكون تنسيق C3A رباعي السطوح تيتراهيدرال، أقصد بها C3A يعني يكون تنسيق الألومينات في هذه تنسيقها رباعي السطوح. The structure
The structure consists of frames of aluminium tetrahedra linked through bridging oxygen atoms, which slightly distorts the aluminium environment. In C3H6, aluminium exists as highly symmetrical octahedral ALOH6 units. هذه الفقرة نقصد بها أنه يتكون الهيكل من حلقات الألمنيوم رباعية السطوح مرتبطة مع ذرات الأكسجين والتي تشوه قليلا بيئة الألمنيوم. وفي هذا المركب يوجد الألمنيوم بشكل عالي التناظر High symmetrical عالي التناظر وبشكل وحدات ثمانية السطوح من هذا المركب اللي هو هيدروكسيد الألمنيوم. رح ناخذ هذه المعادلات اللي هي توضح لي تفاعل C3A مع الماء في حال عدم وجود الأديتيفز. هذه النجمات هي يعني موجودة توضح لنا مختصرات انه هذا المركب هو عبارة عن C2C3A، يعني هذا هو C3A فاثنين من عنده زائد 21H، شوفوا هنا المختصر 21H، يعني هذا تفاعل C3A مع الماء. هذا الناتج هو راح يكون عبارة عن C4AH13، هذا هو المختصر مالته، هذا اللي يظهر أمامنا C4AH13 زائد هذا ال C2AH8، هذا هو راح أرجع أأشر على النجمة حتى تشوفوا C4AH 13 زائد C2AH8، طبعا الفور وال13 يعني 4 و13 يكونون small لأن ما قدرت هنا أكتبهم ماكو هيجي خيار، وكذلك التو والثمانية في المركب اللي هو C2AH8 أيضا الاثنين والثمانية يكونون صغار. كذلك بالنسبة للأرقام اللي موجودة هنا راح ناخذها. هنا قلنا هذول المركبين راح يكونون شبه مستقرين، لذلك ما راح يبقون على هذه الوضعية، راح يتفاعلون، راح يكونوا لي يتفاعلون مع بعض، يكونوا لي هذا المركب اللي يكون مستقر قلنا عليه ويكون متناظر بشكل كبير، هذا المختصر مالته C3AH6 زائد 9 جزيئات من الماء. هذا هي التفاعلات اللي تخص C3A مع الماء والمركبات اللي نجت عنها قلنا شبه مستقرة ترجع تتفاعل مع بعض راح تكون لي المركب المستقر. If the very rapid and exothermic hydration of C3A is allowed to proceed unhindered in cement, then the setting occurs too quickly and the cement does not develop strength. إذن إذا تم السماح لإماحة C3A السريع جدا مع الماء للتفاعل فراح يكون التفاعل طبعا والتفاعل هذا يكون باعث للحرارة دون وجود عوائق تمنع هذا التفاعل، فعندئذ سيحدث تجمد سريع للسمنت ولا يحدث تطور للمقاومة. Therefore, gypsum calcium sulfate dihydrate اللي هو CaSO4 2H2O is added to slow down the C3A hydration. طبعا احنا سبق وان عرفنا ايضا في المحاضرات السابقة انه لذلك يتم اضافة الجبس اللي هو كبريتات الكالسيوم الحاوية على المائية الحاوية على جزيئتين من الماء تضاف لتبطئ
إماهة C3S. In the presence of gypsum, tricalcium aluminate forms intringite. طبعا في حال وجود الجبس فإنه C3A راح يكون يتفاعل مع الجبس ويكون الانترينجايت، وهذا الانترينجايت هذه هو الصيغة الكيميائية مالته، ويمكن أن نكتبها بهذه الصورة. هذه الشكل هي للحفظ C3A 3CaSO4 32 جزيئة من الماء، هذا هو الإترينجايت. إترينجايت grows as columns of calcium, aluminium and oxygen surrounded by water and sulfate ions as shown in figure 3A. يتكون الإترينجايت من أعمدة من الكالسيوم والألومنيوم والأكسجين محاطة بالماء وأيونات الكبريتيت، وكما في الشكل 3A. هذا هو الشكل 3A، هذا الشكل للاطلاع فقط، وهذا أيضا يوضح لي هنا النقاط السوداء تمثل الأعمدة، والنقاط هذه الجري الرصاصية تمثل لي القنوات الحاوية على الماء وأيونات الكبريتات. هذا الشكل أيضا يكون للاطلاع. رح ناخذ الفقرة اللي بعدها اللي هي هذه المظللة. تترا كالسيوم ألومينو فيرايت C4AHF reacts much like C3A, i.e. forming إترينجايت in the presence of gypsum. However, the hydration, the ferrite phase is much slower than hydration of C3A, and water is observed to event up of the surface of C4AH particles. طبعا هنا ما رح ناخذ معادلات على C4AH، فقط رح نكتفي بذكر انه يتفاعل ألومينات حديد رباعي الكالسيوم اللي صيغته قلنا المختصرة C4AH بشكل مشابه جدا لتفاعل C3A. مثلا راح يكون أيضا إترينجايت بوجود الجبس، مع ذلك فإن إماهة طور الفترة يعني طور الحديد يكون أبطأ بكثير من إماهة C3A. ويلاحظ تشكل الماء على سطح حبيبات C4AF. This may be due to the fact that iron is not as free to migrate in the paste as aluminium, which may cause the formation of a less permeable iron-rich layer at the surface of the C4AF particles and isolated and isolated regions of iron hydroxide. هذا يعني ممكن أن يكون بسبب حقيقة، يعني هذا ليش يصير، هذا تفسير راح يكون بسبب حقيقة أن الحديد لا يكون بشكل حر لينتقل في عجينة السمنت مثل الألمنيوم، والذي ربما يسبب تكون طبقة أقل نفاذية، وهذه الطبقة تكون غنية بالحديد على سطح حبيبات C4AF، وتكون مناطق معزولة من هيدروكسيد الحديد. In cement, if there is insufficient gypsum to convert all of the C4AF to eternite, then an iron rich gel forms at the surface of the silicate particles, which is proposed to slow down their hydration. إذن في السمنت الحاوي على كمية غير كافية من الجبس لتحويل كل C4AF إلى
اترينجايت، فإنه سيتكون جل غني بالحديد على سطح جزيئات الحبيبات السيليكات، وهذا راح يسبب في تبطيء إماهة السيليكات. راح ناخذ اللي هنا خلصنا من إماهة C3A و C4AF. راح ناخذ البورتلان سيمنت اللي هو عرفناه احنا ايضا السيمنت البورتلاندي. راح ناخذ هاي الفقرة عليه. The hydration of cement is obviously far more complex than the sum of the hydration reactions of the individual minerals. طبعا من الواضح ان إماهة السمنت اكثر تكون اكثر تعقيدا بكثير من مجموع تفاعلات الماء للمعادن بشكل منفرد. The typical depiction of a cement grain involves larger silicate particles surrounded by the much smaller C3A and C4AF particles. يتضمن التصوير النموذجي لحبيبات السمنت أن الجزيئات الأكبر هي للسيليكات، وتكون محاطة بالجزيئات الأصغر اللي تكون لـ C3A و C4AF. The setting or hydration of cement can be broken down into several distinct periods. طبعا قلنا يمكن تقسيم عملية إماهة أو تجمد السمنت إلى عدة فترات متميزة. The more reactive laminate and ferrite phases react first, and these reactions dramatically affect the hydration of the silicate phase. تتفاعل طبعا أدوار الألومينات والحديد أولا وهي الأكثر تفاعلا، وهذه التفاعلات تؤثر بشكل كبير على إماهة السيليكات. In the first few minutes of hydration, figure 4b, the aluminium and iron phases react with gypsum to form an amorphous gel at the surface of the cement grains, and short rods of eternite grow. After this initial period of reactivity, cement hydration slows down and the induction period begins. شكل 4B هو هذا الشكل 4، وهذه أي تعبر لي عن حبيبة السمنت اللي تحوي على C3S و C3A و C4AF، وطبعا اكو ايضا C2S هنا همينه. فالشكل B هو هذا اللي دا اتكلم عليه، هسه راح نجي نوضحه. في الدقائق الاولى من الإماهة اللي قلنا شكل 4B، تتفاعل أدوار الألمنيوم والحديد مع الجيف لتشكل جل غير متبلور على سطح حبيبات السمنت، وتنمو بشكل قضبان قصيرة من الإترينجايت. بعد ذلك بعد هذا فإن الفترة الأولى من التفاعل فإن إماهة السمنت تتباطئ وتبدأ فترة بدء التفاعل الاندكشن بيريود. After 3 hours of hydration, the induction period ends and the acceleratory period begins. During the period from 3 to 24 hours, about 30% of cement reacts to form calcium hydroxide and CSH. The development of CSH in this period occurs in two phases. بعد 3 ساعات من عملية الإماهة تنتهي فترة الاندكشن بيريود اللي هي فترة بدء التفاعل، وتبدأ فترة التسارع. وخلال
فترة بين من 3 إلى 24 ساعة، فإن حوالي 30% من السمنت سوف يتفاعل يكون هيدروكسيد الكالسيوم و LCSH، وأن تطور CSH في هذه الفترة يحدث بمرحلتين. رح نيجي نعرف الفترة اللي بعدها. After 10 hours hydration figure 4C, C3S has produced outer CSH, which grows out from the ettinger throat rather than directly out from the surface of the C3S particles. خلي تجي شوف شكل 4C. هذا هو شكل 4C. شنو اللي راح يصير عندنا؟ راح ناخذه بنوضحه الآن. بعد 10 ساعات من الإماهة اللي قلنا عليها شكل 4C، فإن C3S راح يكون ال CSH إلى الخارج، وهذا CSH سوف ينمو خارجا يعني من قضمان، ينمو خارجا من قضبان الاترينجايت، وبدلا من الخروج مباشرة من سطح جزيئات C3S. Therefore, in the initial phase of the reaction, the silicate ions must migrate through the aluminium and iron-rich phase to form the CSH. In the latter part of the acceleratory period, after 18 hours of hydration, C3A continues to react with gypsum, forming longer ettinger rods. Figure 4D. هسه رح ناخذ الشكل 4D اللي هو هذا. هذا هو 4D. بتشوف الإبر شلون صارت يعني أكثر طولا، وتكون الشرح هيكون كالآتي. لذلك في المرحلة الأولى من التفاعل، فإن أيونات السيليكات تنتقل خلال يعني الطور الغني بالألمنيوم والحديد لتكوين CSH. في المرحلة الأخيرة من فترة التسارع، أي بعد 18 ساعة من عملية الإماهة، فإن C3A رح يستمر بالتفاعل مع الجبس ليكون قضبان أطول من الإترينجايت كما ما يعني شفناها في الشكل 4D. This network of إترينجايت and CSH appears to form a hydrating shell about 1 micrometer from the surface of anhydrous C3S. A small amount of inner CSH forms inside this shell. هذه الشبكة من الإترينجايت والCSH تبدو لتكون ما يسمى بطبقة الطبقة المميهة أو الطبقة المتميئة، أو نقصد بها أيضا نقدر نسميها القشرة المتميئة، وهذه تكون لحوالي 1 مايكرومتر من سطح حبيبات C3S الغير مميئة، وتكون تتكون كميات قليلة من CSH الداخلي بداخل هذه الطبقة. After 1 to 3 days of hydration, reactions slow down and the deceleratory period begins. اللي هي شكل 4E. شكل 4E راح يتكون المونوسولفيت.
C3S reacts with ethringite to form some monosulfate. Inner CSH continues to grow near the C3S surface, narrowing the 1 micrometer gap between the hydrating shell and anhydrous C3S. The rate of hydration is likely to depend on the diffusion rate of water or in ions to the anhydrous surface. بعد حوالي 1 إلى 3 يوم من عملية الإماهة فإن التفاعلات تتباطأ وتبدأ فترة جديدة وهي فترة التباطؤ اللي يمثلها شكل 4E. راح يتفاعل C3A مع الإترينغايت بيكون بعض من مركب نسميه المونوسولفيت اللي هو يكون أحادي الكبريتات. يستمر طبعا CSH الداخلي بالنمو وبالقرب من سطح C3S لتضيق الفراغ اللي هو 1 مايكروميتر بين الـ يعني بين الطبقة المتميئة والـ C3S الغير متميئ. إن معدل الإماهة يعتمد على معدل انتشار الماء أو الأيونات على السطح الغير المتميئ. بعد أسبوعين شنو اللي راح يصير عندنا؟ راح نشوفه في فيجر 4F. هذا ايش راح يصير عندنا؟ After 2 weeks hydration, figure 4F, the gap between the hydrating shell and the grain is completely filled with CSH. The original outer CSH becomes more fibrous. هنا بعد مرور اسبوعان من عملية الإماهة وكما شفنا يعني في الشكل 4F فإن الفراغ اللي بين القشرة أو الطبقة المتميئة وحبيبات السمنت سوف يمتلئ بالكامل ب CSH جل. أما CSH الأصلي الخارجي سيكون متليف بصورة كبيرة. وهذا هو الشكل يوضح لنا الكلام والشرح السابق. راح ناخذ هذا الجدول يوضح لي المركبات الرئيسية للسمنت وتطور المقاومة لكل واحد وانبعاث الحرارة الناتج عن تفاعله. بالنسبة لمركب C3S تطور المقاومة يبدي من 1 to 4 weeks then decrease، يعني يبدي من واحد الأول أسبوع إلى الأربع أسابيع، بعد ذلك يبدأ بالتناقص، ومعدل الانبعاث الحرارة يكون عالي جدا بحيث يصل إلى 120، لكن ليس مقارنة ب C3A يكون طبعا أكثر. C2S يبدأ بعد 4 أسابيع من الإماهة وأيضا يبدي يزداد هنا عكس C3S، يبدي متأخر في تطور الإماهة لكن يستمر إلى أعمار متأخرة. انبعاث الحرارة من عنده يكون جدا قليل واطئ منخفض يقدر ب 62. C3A يبدأ من أول يوم إلى 3 أيام وبعدها يبدأ بالتناقص يعني بالنسبة للمقاومة، وانبعاث الحرارة قلنا من عنده كلش عالي يكون 207. C4AF يشبه يعني يكون مماثل ل C3A لكن انبعاث الحرارة من عنده يكون أقل حوالي 100. At any stage of hydration, the hardened cement base consists of عند أي مرحلة من مراحل الإماهة فإن عجينة السمنت المتصلبة راح تتألف من عندنا خمس نقاط راح نأخذها الآن. The first one, hydration product, calcium silicate hydrate, tricalcium aluminate hydrate, and calcium ferrite, known as gel. نواتج عملية الإماهة راح تكون
عبارة عن سيليكات الكالسيوم المائية، ألومينات ثلاثي الكالسيوم المائية، والفيريت الكالسيوم، والمعروف هذا كله بالجل. Number 2 CaOH by 2 produced from the hydration of the silicates. الناتج الآخر اللي راح يكون عندنا هو من ناتج عمل الإماء وهيدروكسيد الكالسيوم CaOH by 2 المتكون أو الناتج من إماهة السيليكات. 3 some minor components بعض من المركبات الثانوية. 4 unhydrated cement، سمنت راح يكون اكو عندنا غير متميز. Voids or pores الفراغات او المسامات. Void الفراغات و pores المسامات. طلاب عيني هذا هو هيكل عجينة السمنت المتميز، يوضح لنا اياه هذا الشكل. هذا الشكل اللي هو هذا وهذا هو عبارة عن هيدرايت اللايت اللي قلنا عليها اللايت هو الاسم التجاري لـ C3S، فهذا يكون غير متميئ. اللي بعده حيكون الدنسيفايد CSH، هذا يكون CSH متكثف. وعندنا البوروس CSH هذا اللي بعده اللي يكون مسامي محتوي على المسامات. أيضا من نواتج عملية الإماهة هو هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو هذه الصفائح، هذا عبارة عن هيدروكسيد الكالسيوم، وهذا الانترنايت المتكون، والمونوسولفيت اللي هو هذا مونوسولفيت، والسي اس هذه تشوفون عبارة عن فراغات، هذه فراغات، هذه متكونة فراغات شعرية تتكون في هيكل عجينة السمنت. وأكو أيضا فراغات الجل، لكن الجي جي جيل بورس، وعندنا كابيلاري بورس. فهذا الشكل مطلوب من عندنا. لهنا تنتهي المحاضرة رقم 6، محاضرة مهمة لعملية إماهة السمنت.